ابراهيم تم بحمد الله اليوم الانتهاء من مشروع تخرج بكالوريوس الكترونيات من كليه التقنيه بابها. المشروع بعنوان سمارت هوسبيتال يوزينج ار اف اي دي تكنولوجي. المشروع من اعداد المتدربين احمد البحري، علي الحمدي، ابراهيم الراقدي، ابراهيم ابو الخير، محمد عسيري، محمد الشهري، موسى الدغريري، زهير العسيري، تحت اشراف الدكتور عبد الحق الفرشيشي. تتمثل فكره المشروع في انجاز مستشفى ذكي باستعمال تقنيه تحديد الهوية لرف اي دي تكنولوجي. تنقسم الفكرة الى 4 أجزاء رئيسية. الهدف هي تسهيل الخدمات المقدمة للمريض. اول خدمة هي مرور المريض من بوابة ذكية عند الدخول للمشفى. تحتوي البوابة على جزئين. جزء اول فيه شاشة. الشاشة هذه بمجرد ان يمرر المريض البطاقة الخاصة به تظهر المعلومات الخاصة بالمريض، اسمه، رقم البطاقة حقه، رقم الاقامة، رقم الملف الصحي، زي ما نشوفه بالطريقة هذه. هذه بطاقة سجلت باسم أحمد عسيري وهذا الرقم حقه. التعرف على البطاقة كان انطلاقا من قارئ موجود في الجهاز الخلفي. الجزء الثاني في المدخل الذكي هي عبارة عن شاشة 10 انش. الشاشة هذه مرتبطة برازبيري. الرازبيري هذا يمكننا من ناحية التعرف على البطاقة، من ناحية ثانية يمكننا نفس الجهاز من تسجيل البطاقة، يعني تسجيل دخول المريض في الوقت المحدد الى المشفى. نفس الشيء الرازبيري هذا يمكننا من جعل كل المشفى عبارة عن جزء من الانترنت، بما انه ممكن ان نتحكم في الرازبيري عن بعد، يعني ممكن ان ننزل برنامج يمكنني من التحكم في الشاشة هذه من دون التواجد مباشر، يعني التحكم يكون في مكان ثاني من كمبيوتر ثاني. ممكن نشوفه الحين في الجهاز هذا اللي موجود هون. نزلنا البرنامج، الشاشة اللي الموجودة في الكمبيوتر هي نفس الشاشة الموجودة عند المدخل. نشغل هون في الكمبيوتر، نفس اللي نشغله في الكمبيوتر موجود في الشاشة اللي موجودة هناك. وممكن أي شيء نكتبه هون في الترمينال هذا نحصله نفس الطريقة عند الشاشة متاعنا. بالتالي شيء مهم أن نجعل من هذا المجسم مرتبط بالإنترنت، وهذا جزء من إنترنت الأشياء. الجزء الثاني في المشروع كان تصور لأرضية ذكية. الذكاء في الأرضية هي احتوائها على بطاقات، البطاقات مثبتة تحت الأرضية، وكل بطاقة تحمل معلومات عن جغرافية المشفى. بمعنى كل بطاقة تعطيني يمين إيش العيادات الموجودة، شمال إيش العيادات، قدام إيش العيادات الموجودة. الجزء الثالث وهو جزء لمساعدة المريض خصص بالأساس للمرضى ذوي الإعاقات البدنية. استعملنا كرسي متحرك، أضفنا للكرسي جهازين، جهاز في الخلف، وضعنا في هذا الجهاز دائرة إلكترونية تحتوي على قارئ. الدور الرئيسي للقارئ التعرف على البطاقات الموجودة في الأرضية وإرسال المعلومات التي تحدد مكان أماكن العيادات عن على الشاشة الموجودة في أعلى الكرسي. وهذا ما يمكن المريض من التنقل آليا دون الحاجة لسؤال أي شخص، يعني بمجرد مرور الكرسي المتحرك تأتي المعلومات يمين إيش العيادات، شمال إيش العيادات، وبالتالي يمكن أنه يتحرك بسلاسة وسهولة داخل المشفى الذكي. آخر جزء هو عبارة عن مدخل كل عيادة عند بوابة العيادة. حددنا نظام، النظام هذا يمكنني من نفس الطريقة تحديد هوية المريض انطلاقا من نفس البطاقة، لكن التحديد الحين فيه جزئين. بمجرد أن يمر المريض أو يدخل إلى العيادة ترسل رسالة آليا الجهاز إلى ولي أمر هذا المريض، سواء كان من أهله أو أي شخص ثاني. الرسالة تعلم ولي أمره أنه هذا المريض قد دخل العيادة في الوقت المحدد. نفس الشيء بمجرد تمرير البطاقة على القارئ الموجود عند مدخل العيادة تظهر المعلومات في الجهاز داخل العيادة عند الدكتور أو عند الممرضة الموجودة، ملف المريض، المواعيد الموجودة، المواعيد السابقة، إيش المطلوب في الموعد هذا عشان تسهل عملية التعامل مع المريض بطريقة آلية. في الأخير يعتبر هذا المشروع تصور أولي لمشفى ذكي، وهذا المشروع يعتبر نواة رئيسية لنواة أولية أو رئيسية لتصور مستقبلي يكون أكثر ذكاء إن شاء الله. الحمد لله.